اكثر حاجه تعرضك كي تبدا تحب تشري تلفزه وتمشي للمجازار باش تشري من عنده التلفزه ويبدا اللي يبيع ما يعرف شيء وتسهل وتقول له شنو الفرق بين ال اي دي والال سي دي والبلازما والاو ال اي دي ويقول لك ما نعرفش وغالبيه الشعب ما عندهم حتى فكره على الحكايه هذه. هذاك علاش حبيت نفسر الموضوع هذايا. ليتس جو. نبداو بالال سي دي واللي هو الابريفياسيون تاع ليكويد كريستال ديسبلاي. الديسبلاي هذايا فيه باك لايتينغ بصفه عامه يكونوا دي تيوب فلوريسون كيما اللي عندنا احنا مي يكونوا جواد اكثر باش يدخلوا في التلفزه. لي تيوب هذوما يعطيو الضوء وقدامهم تبدا ال سي دي بانل اللي هي باش تحاول اللي فيها يبداو البيكسلز يكونوا هكا صغار برشا لدرجه احنا ما نشوفوهمش، يبداو روج فير وبلو ونوار في بالي زادة. دونك كي يبداو الضوء اللي جاي من الباك لايتينغ اللي هو فلوريسون يتضرب على ال سي دي بانل، دونك تجينا التصويره اللي نشوفوها احنا. الدروباكس نتاع ال سي دي بانل وال سي دي تي فيز اون جينيرال هما انهم ما يعطيوش الكولور لكحه الصحيح اللي نحبوها احنا باش تكون معناها التصويره باهيه واضحه لكحه اللي يكون عاطي على القري، وهذاك خاطر الباك لايتينغ فلوريسون دونك لكحه باش يكون ضاوي شويه ابيض شويه دونك مش باش يكون كيما نحبوها احنا. لكن الحاجه الباهيه في ال سي دي هي انها السومه نتاعها بدا يطيح خاطر المرشي صار له اكتساح من قبل التلفز ال اي دي. ال اي دي هي اللايت ايميتينج دايود. ال اي دي ما يبعدش برشا على ال سي دي، اما الفرق الوحيد بيناتهم هو في الباك لايت، واللي في ال اي دي يكون بال ال اي دي دايودز اللي كيما نشوفوهم في ال اي دي ستريبس في السيت ابس، وكل ما يكونوا بنمبر كبير باش يغطيو ال سي دي بانل بكلها. ال سي دي بانل تقعد كيما هي كيما في ال سي دي، مي الباك لايت يكون ال اي دي، دونك التصويره باش تكون خير خاطر الضوء نتاع ال اي دي دايودز اصفى بياسر من الضوء اللي موجود في الباك لايت نتاع التلفز ال سي دي اللي هو فلوريسنت. دونك الضوء نتاع ال اي دي يكون خير، التصويره باش تجي اصفى، وهكاك الحاجه اللي باش تكون ريزلتا للشيء هذايا هي انه اللون لكحل باش يكون اوضح وباش يكون خير كريسبير، معناها حتى كي تشوفوا ما تلقاش كيما في ال سي دي عاطي على القري تحسوا اكحل خير، مي في نفس الوقت عنده دروباكس اللي هما السوم زادة عندها استهلاك متاع الضوء أقل، هكاك توفر لك برشا فلوس من ناحية الكورة. ثالث حاجة زادة عندها أنه تكون جويدة بارابور لل LCD خاطر ال LED دايودز ما يطلبوش مساحة كبيرة، دونك المصنع ينجم يقى يصغر في الثيكنس متاع التي في وهكاك تكون جويدة وخير في المنظر وأزين معناها حتى باش تحطها في البيوت. الحاجة الباهية والخايبة في نفس الوقت هي تقنية موجودة في الهاير اند LEDs اللي نقاوها في التلفز ال LED من 60 بوس وانتي طالع، ويبداو كالسمارت تي فيز وكل اللي عند سامسونج و LG وسوني. التقنية هذه تتسمى الميكرو جريمينج وتنجم مايكرو جريمينج. تنجم التقنية هذه تمكن التلفزة باش تطفي ال LED دايودز وقت يبدا فما الكولور اكحل، دونك يبدا فما كولور اكحل ال LED دايودز ينقصوا من الكونتيتي نتاع الضوء اللي مخرجينها، وهكاك لكحل يكون ترو بلاك، معناها تحس لكحل هيك هو ما تقاش عاطي شويه على الجري ولا عاطي شويه على الابيض، وهكاك الكولور الاخرين يكونوا صافيين، وفي نفس الوقت لكحل يكون بروفون يكون واضح على الاخر، وهكاك تصويره تجي صافيه. اما في نفس الوقت الدروباك هي السوم خاطر مش الناس كل تنجم توفر تلفز هكية تبدا سمارت وكبيره في التاي وبرشا عباد ما يستحقش كبر هكايا الكل. دونك ال LED التقنيه دي مايكرو جريمينغ مش الناس كل باش يستحقوها باش تتوفر لهم في التلفزيون نتاعهم. نتعداو توا للبلازما تي فيز. البلازما تي فيز هي المرحله الثانيه بعد ما كنا نستعملوا التلفزيون كوما 3 كار و 5 كار اللي كانوا كبار، تبدا تقول ايش عندك انت وقتها في الدار وشكون كسبها. بعد جات البلازما زاد وقتها تلفزة بأربعة وبخمسة ملايين، وقتها شيء كبير والناس اللي يكسبها حصيله يبدأ عنده ديجا كهربا متاع 200 مليون. وقتها شكون عنده بلازما تقع كان في الوتيلات وفي البلايس اللوكس،
بعد ما جاوا التلفاز ال اي دي والال سي دي باش رخصوا الاسوام. البلازما عندها حاجات باهيه وحاجات خايبه كيما ال اي دي والال سي دي. الحاجه الباهيه هي انها تعطيك ديكولور خير من ال اي دي والال سي دي، وتعطيك بلاك خير من ال اي دي والال سي دي، خاطرها تستعمل الضوء متاعها، ما تستحقش الباك لايتنج. عندك البلازما بانل اللي تكون كيما في ال LED وال LCD تكون قدام وراها باك لايتنج، لكن في الكام متاع البلازما ما فماش الباك لايتنج، دونك ما تستحقش ضوء آخر باش يعطيها الضوء. دونك لي بيكسل يكونوا ضوين من البلازما في حد ذاته، وهكاك التصويره تكون واضحه، الالوان يكونوا خير والابيض يكون خير، وسيرتو الاكحل يكون واضح برشا خير من ال LED وال LCD. توا نتعديو للبوان نيجاتيف نتاع البلازما، هي انهم كي يصنعوا التلفاز البلازما كانوا يستعملوا في بلار، ما همش يستعملوا في البلار اللي يستعملوا فيه في الال اي دي والال سي دي تو، اللي نحي الريفليكسيون بريسك، واللي قد ما يغلى الصون تاع التلفزه يكون الدوغري نتاع الريفليكسيون اقل، وهكاك تكون الفرجه خير حتى في البلايص الضاويه. ما في البلازما يستعملوا بلار عادي، دونك ريفليكسيون كي يبدا قدام هذا تاثر لك على الفرجه، هذاك علاش الالوان باش تفسد وماكش باش تعمل جو كي تبدا تتفرج في البلازما. دونك هذاك علاش من المستحسن كي تشري تلفزه بلازما يكون عندك لونفيرونمون اللي باش يناسبها، خاطر هي تعطيك كاليتي باهيه وكل، لكن في ظروف معينه اللي هي كي تبدا في هوم ثياتر، يعني تبدا عندك بلاصه ظالمه ما كي تحب تتفرج في الافلام، ديجا برشا عباد يستعملوها خاطر تعطيك الوان وكاليتي خير مي في الانفيرونمون اللي لازمها. ديجا حتى في السينما قبل كانوا يستعملوا للسينما قدوم، حضرتو تعدينا لمرحله لي بروجيكتور اللي يعطيو كاليتي مزيانه برشا في الفول اتش دي والفور كي، لكن تو معناها البلازما وفات حكايتها وقليل برشا اللي يشريوها. خممت منيح قبل ما نحكي على الاوليد ديسبلاي، لكن قررت باش نحكي عليه في الاخر. ترددت على الاول خاطر الاوليد مازال من بهبط في المارشي المونديال، خاطر هبطوا كان الهاي اند تي فيز اللي تقاه سوما 6000 و7000 دولار وكلهم 4K وكبار برشا، من با يستعملوا فيها في التلفاز الصغار، خاطر مازال التكنولوجيا نتاع الاوليد ماهيش متوفره في المارشي كيما يلزم. تو بدات الشركات تتحول للاوليد، وإن شاء الله باش يجي تونس بعد 10 سنين، ديجا خذوها من تو. به الأوليد يستعمل في نفس التقنية متاع الليد، هي الليد إميتينغ دايودز اللي نراهم في السيت أبس كما قلت لكم. مي في الأوليد فما البانل هيكية يستعمل مو فما كلي سو بيكسل الأحمر والأخضر والأزرق، وبعد معناها في كل بيكسل يحطوا إميتينغ دايود، دونك الحجم نتاعها باش يكون صغير برشا. مي شنو الافونتاج نتاع الحكايه هذه، هي انه التصويره باش تكون شايني على الاخر، تبدا واضحه وقويه ياسر لدرجه معناها تنجم تشوفها في اي نيفو نتاع ضوء، يعني حتى تحط التلفزه لبرا تنجم تشوف كل شيء واضح. ثاني حاجه البلاكس باش يكونوا واضحين، خاطر كي تبدا الزون اللي فما التصويره كحله، دونك الاميتينغ دايود باش تنقص من الضوء، وهكاك التصويره تكون واضحه برشا كيما نفس تقنيه الميكرو جيمينغ، لكن باش تكون خير خاطر الاوليد كيما قلت لكم في كل بيكسل باش نلقاو دايد، وهكاك التصويره تكون واضحه. الدروباك نتاع الاوليد ما قيت علاش دروباك، لكن حسب معناها حاجه الاوبفيوس هي السوم، خاطر مازالوا ما همش ديسپونيبل يستعملوا فيها جوست في الهاي اند فونز كيما الجالاكسي اس 6 في بالي والوان بلس، وان بلس اي وان بلس استعملت الاوليد، وزاد الجالاكسي اس 7 الاكثريه باش يستعملوه، وميبي النكسس 7 حكايه هيك الابل، والابل عندها تكنولوجيا نتاع روتينا اللي هي التصغير نتاع البيكسل، لكن الاكثريه هكوما. دونك تو باش نتعداو للنيفو نتاع الاوليد، نحكي ديما في المارشي مونديال مازلنا بعد برشا، احنا تونس من با وصلنا معناها الهاير اند ال اي دي تي فيز، من با وصلنا الكاتكا، دونك مازلنا بعاد برشا. دونك هكوما الانواع نتاع التلفاز اللي موجودين تو في العالم، وثلاثه ديسپونيبل في المارشي التونسي هما البلازما ال سي دي
والال اي دي والاوليد مازال دوما جا، دونك ان شاء الله يجينا في اقرب وقت او موا حتى نجمو نشوفو. ان شاء الله عجبكم الفيديو والتفسير يكون واضح. قولوا لي شنو رايكم في الفيديو نتاع اليوم في الكومنتير اللوطه. كان عجبك الفيديو كالعاده حط لنا لايك، كان ما عجبكش حط لنا ديسلايك. سبسكرايب باش يجيك الكونتنت ديما انت اول واحد. ومرحبا بك في الشان نتاع تونيزيان جيمرز. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. كان معكم احمد كافو من موقع تونيزيان جيمرز. ان شاء الله عجبكم الفيديو. سي يا جايز في الفيديو الجاي. تشاو تشاو كابتوجا. مفيش فاهمك، هنبدا نعمل قبل بنص ساعه.